بيبدأ المسلسل مع يوتا بونج، رجل أعمال تايلاندي أفلس وبقى عليه ديون كتير، فاضطر إنه يروح يستلف 20 مليون دولار من لين لان، واحد من رجال المافيا في هونج كونج. ويوتا اتفق معاه إنه هيرجع المبلغ خلال 3 شهور بالفايدة، ويحط نان بنته الكبيرة ضمان، وإنه لو ما سددش المبلغ على الوقت هيديله بنته. فلين يوافق لأنه عارف نان وشافها قبل كده وكان معجب بيها، ويوتا ما يكونش عنده غير بنتين، نان ودي البنت الكبيرة، جميلة جدا ومدلعة، ما تكونش عارفة حاجة عن الصعوبات المالية اللي باباها بيمر بيها، وبتكون على عكسها اختها الصغيره ناراك اللي بتكون شايله مسؤوليه البيت وعارفه بافلاس باباها، وباباها بيعتمد عليها في كل حاجه لانها ذكيه، وتكون ناراك دايما بتتعرض للتنمر في المدرسه لانها مش جميله زي اختها، ورغم كده ناراك تكون مش مهتمه وتحاول دايما تبان انها قويه. ويعدل 3 شهور ويوتا ما يعرفش يجمع الفلوس اللي عليه للمافيا، ويتفق مع المافيا انه هيبعت لهم بنته نان تاني يوم، تاني يوم يوصل بنته عادي على المدرسه، وقبل ما يمشي ينادي على ناراك ويقول لها انه بيحبها كانه بيودعها هي. ولما ناراك تروح تسال على اختها في نص اليوم الدراسي لانهم اتفقوا انهم هياكلوا سوا، تعرف من زمايلها ان باباها جه واخدها، فتقلق على اختها، فلما ترن على باباها ما يردش، فتقلق اكتر وترجع للبيت عشان تطمن عليهم، لكن ما تلاقيهمش. فجاه تلاقي رجاله لين بيهجموا عليها ويسالوها على مكان اختها، هي تعرفهم انها ما تعرفش حاجه عنها وتقول لهم انها اختها الصغيره، وتفتكر كلام باباها ليها بانه مديون لمافيا، وانه لو حصل له حاجه عارف انها تعتمد على نفسها من غيره. ومن سؤال المافيا على اختها تفهم ان باباها استخدم نان كضمان، وتقول لهم ان باباها اكيد اخد اختها وهربوا وسابها هنا معاهم عشان تسدد دينه، وتزعل جدا لان باللي باباها عمله اثبت لها انه بيحب اختها اكتر منها. فلما رجاله لين يكلموه ويحكوا على اللي حصل، لين لان يامرهم بانهم يقبلوا ناراك فياخدوها ويسافروا على هونج كونج، وهناك تشوف صوره لاختها في اوضه لين لان، وتعرف انه مهووس بيها، ولين ما يكونش مصدق انها مش عارفه مكان اختها، ويهددها انه هيموتها لو ما قالتش الحقيقه، ويعمل انه هيضربها بالرصاص فيغمى عليها، ويصدقها انها ما تعرفش طريقهم، ويديها جواب ابوها سايبه لين بيقوله فيه انه هيبدل نان بناراك لان ناراك هتفيده اكتر لانها ذكيه، ويطلب منه انه يخليها تكمل دراستها، لكن لين ما يكونش عايز التبديل ده ويقولها انها قبيحه، فهي تتفق معاه ان هي اللي هتسدد دين ابوها بشغلها معاه وتتحداه، فهو يرفض فتستفزه وتقوله انه رافض عشان خايف من الخساره، هيوافق ويقولها انه لو لقى اختها قبل ما تجمع الفلوس هيقتلها، ورجالته ياخدوها المكان اللي هتنام فيه، ويكونوا محضرين لها شغل في موقع للبناء، وهي تشوف ان شغلها في البناء مش هيساعدها تسدد دينها، فيقول لها لو لقت شغل في مكان احسن مش هيمنعوها، ويعرفها انها مع بدايه الاسبوع هتروح على المدرسه، لكن هي ما تكونش عايزه تروح عشان توفر كل وقتها للشغل. لكن جون سينجل الدراع اليمين ليلينان يرفض ويقول لها ان دي اوامر لين، وانهم هيبعتوا لها لبس المدرسه على اوضتها، وفي شغلها تتعرف على شاب تايلاندي اسمه هاي ويتصاحبوا، ويعرف منها ان عليها ديون لين، فيساعدها انه يجيب لها شغلانه ثانيه معاه في التوصيل عشان تسدد دينها بسرعه وتخلص منه، لانه عارف ان لين رجل مافيا خطير. وبعد ما يخلصوا الشغل يتمشوا سوا ويفضلوا يتكلموا، فجاه تشوف لين وهو خارج من شركته فتجري عليه وتطلب منه انها ما تروحش المدرسه، فيرفض ويقول لها انها لازم تكمل دراستها، وخلال الفتره اللي تقضيها قبل دخولها للمدرسه تكون بتشتغل بكل طاقتها، وتحاول انها تحفظ الاماكن واللغه الصينيه عشان تتاقلم على الحياه الجديده اللي هي بقت فيها. ويجي لها جون سينج بلبس المدرسه بتاعها ويعرفها انها تبدا دراسه تاني يوم، ويلاحظ انها رسمة خريطة لكل الاماكن في الصين، فيفكر انها عايزة تهرب، لكن هي تعرفه انها بتعمل كده عشان يسهل عليها تعرف كل مكان في الصين، وتعرف منه ان المدرسة اللي اتسجلت فيها اغلب الطلاب اللي فيها من تايلاند، وان صاحب المدرسة هو لين لان. هي تستغرب جدا من ان مافيا يبقى صاحب مدرسة. تاني يوم وفي اول يوم ليها في المدرسة تتأخر جامد في اللبس لانها ما بتعرفش تربط الجرافات، فلما تلاقي نفسها اتأخرت جدا تطلع تجري بسرعة على لين لان تطلب منه يوصلها على المدرسة، لانها عرفت من جون سينج ان لين لان بيروح على المدرسة كل يوم، ولين لان يوافق ياخدها معاه بعد ما تترجاه، ولكن يخليها تقعد في شنطة العربية. ولما توصل على المدرسة تلاقيه مشهور بين الطلاب، والبنات معجبين بيه ومفكرينه شخص طيب ومحدش يعرف هويته الحقيقية. وفي اول يوم ليها تتعرف على داني طالب في فصلها، وشافها وهي خارجة من عربية لين لان ومفكرها على علاقة بيه، ومن كتر كلامهم سوا في الفصل يتعاقبوا هما الاتنين عشان يخليها تسامحه ويعزمها على الاكل وينسجموا هما الاتنين سوا ويبقوا اصحاب، وتحكي له على مشكلتها مع لين لان، ويكون دان هو الوحيد اللي في المدرسه اللي عارف بان لين لان رئيس عصابه. ولما ناراك تساله يعرف منين، يقول لها ان باباه هو كمان تاجر سلاح، ويكون ابو داني هو كارلوس اكبر تاجر سلاح، وعصابه شي هونج اللي زعيمها لين لان يكونوا عايزين يوقعوا عقد مع كارلوس، ولكن كارلوس يكون رافض يوقع اي عقد مع المافيا. فاعضاء عصابه شي هونج يعرفوا لين لان انه لو ما قدرش يوقع عقد معاه هيشيلوه من زعامه العصابه ويسلموا الزعامه يا اما للين بوي ابن عمه او سان جوي صاحب ابوه، واللي
نفسهم ياخدوا الزعامة من لين لان، ويكون في كمان يونج وين ابن سان جوي بالتبني، وده الوحيد اللي بيكون لطيف مع لين لان ودايما بيبان انه مسالم، وما ينفعش يكون زعيم للعصابة الا بموت لين لان وسان جوي ولين بوي. وبيحاول لين لان انه يقابله، لكن كارلوس دايما بيرفض لحد ما في مرة يرضى يقابله. فجون سينجي اقترح عليه انه يخلي ناراك تقابله، لانه لاحظ وهو بيدور عن معلومات عنها انها شاطرة بالجدال والصفقات، وان باباها اخدها معاه مرة وكسبته 10 مليون. ولين لان رغم انه مش مقتنع يوافق ويجيبه ناراك، ولين لان يطلب منها انها تقنع كارلوس يوقع عقد معاهم، وفي المقابل هيخصم منها مليون من دينها. فهي هتفرح وتوافق، ولكن تطلب من لين لان انه يشيد بنجاحها ويرفع صباعه الابهام ليها لو اقنعته، زائد انه يعمل لها بطاقة وطنية عشان تقدر تعيش بيها في الصين، فيوافق. وقبل ما تروح تقابل كارلوس تطلب من جون سينج انه يجيب لها معلومات كارلوس الشخصية، وهي بعد ما تحفظها تروح مع لين لان عشان تقابله، ولين لان يسيبها تدخل تتكلم معاه لوحدها ويكون بيراقبها من بعيد. فهو يستهزأ من لين لان انه مافيا وبعت له بنته صغيرة لصفقة كبيرة، فهي تفضل تحكي له حكايتها وانها لو اقنعته هينقص مليون من دينها، وتقول له انها مش عارفة حاجة عن الصفقة بتاعتهم، ولكن مستعدة انها تعمل اي حاجة عشان يقبل يوقع معاها. وكارلوس يشوف فيها انها جريئة وذكية، وتحكي له على صحوبيتها مع ابنه داني، وهو يطلع عارفها لان داني حكى له عنها. وكارلوس رغم انه يفضل يتكلم معاها لوقت طويل الا انه يرفض يوقع على الصفقة ويكون هيمشي، لكن هي توقفه وتقول له انها عارفة بانه جاي على تايلاند عشان عنده صفقة سلاح هيسلمها، ومش عارف بسبب الضابط باتريك اللي حطه في دماغه وعايز يقبض عليه. فكارلوس يقول لها ان كلامها صح، ولكن ده علاقته ايه بيها؟ فهي تقول له انها بترشح نفسها تسلم البضاعة بداله في مقابل انه يوقع على العقد مع لين لان، وتحاول تقنعه بكل الطرق انه يوافق. وعلى الجنب التاني لين لان لما يلاقي ناراك اتأخرت يفكر انها بتبوظ الاتفاق، فلما يدخل يتفاجئ ان كارلوس وافق على التعاقد معاهم، ولكن يعرف لين لان انه هيوقع العقد بعد اسبوعين ويمشي. فتطلب منه انه يهنيها زي ما وعدها، فهو يضطر ينفذ طلبها ويعمل زي ما هي عايزة، ولكن يكون مستغرب كارلوس ليه طلب اسبوعين، ويكون عايز يعرف منها اذا كانت وعدته بحاجة لكن هي ما تعرفوش باتفاقها معاه. وداني لما يعرف باتفاق ناراك مع ابوه يخاف عليها، ولكن ما يقدرش يعمل حاجة يخليها تلغي الاتفاق، ويضطر يساعدها كمان عشان تنفذ خطتها في انها تنقل البضاعة من غير ما الشرطة تكشفها، وخطتها تكون انها تستخدم عربية اسعاف في انها تنقل الاسلحة، وعشان تخلي الشرطة ما تفتش عربية الاسعاف بالاجهزة تمثل انها مريضة قلب. وتروح لجون سينج تطلب منه المساعدة وانه يجيب لها شهادة من المستشفى انها مريضة قلب، وتحكي له على اتفاقها مع كارلوس. فجون سينج يزعق لها، ولكن يضطر يساعدها عشان لين لان ما يخسرش اتفاقه مع كارلوس، وهي تطلب منه يوعدها انه ما يعرفش لين لان بحاجة، فيوافق. وترجع تاني تطلب منه يعمل لها شهادة انها مجروحة في رجليها، وعشان خطتها تكون مقنعة تجرح رجلها جرح عميق وتروح على المستشفى اللي المفروض تروح عليها يوم تسليم البضاعة عشان تتعالج هناك، وفي يوم التسليم تمثل انها مريضة قلب ويكونوا متفقين مع الممرضة وسواق العربية، وتقدر تعدي من اول وتاني كمين، ولكن الكمين التالت يكون الضابط باتريك هو اللي فيه والمسؤول عن التفتيش، ويكون عايز يفتش عربية الاسعاف، ويكون هيمر بفحص المعادن في العربية. فالممرضة توقفه وتقول له انها مريضة قلب، وانه لو مرر عليها الجهاز قلبها يقف، لما يصدقها ويكون هيمشيهم. بمجرد ان الجهاز يقرب من رجل ناراك الجهاز يصفر ويكون هيفتش العربية، فالممرضة ترجع توقفه وتقول له انها مجروحة في رجليها ومتخيطة بمعدن التيتانيوم لعمق جرحها، فيقتنع بكلامها ويخليهم يكملوا طريقهم. وعلى الجنب التاني جون سينج يحكي لين لان على اتفاق ناراك مع كارلوس، وناراك على الجنب التاني تكون سلمت السلاح واستلمت الفلوس، ويكون لازم انها تروح تسلمها لداني عشان يديها لبابا، ولكن الدنيا تمطر وتلاقي لين لان جاي لها، ويكون عارف انها راح تسلم الفلوس لداني فياخدها معاها عشان يوصلها، ولما يوصله ياخد الفلوس منها ويخليها هي في العربية، وينزل يدي الفلوس لداني ويطلب منه يبعد عن ناراك ويقوله انها بنت بريئة مش محتلة زيه وزي ابوه، ويسيبه ويرجع للعربية، وبعد كده ياخدها يوصلها على اوضتها ويشكرها على مساعدتها ليه. ومن هنا يقدر يمضي العقد مع كارلوس ويحافظ على انه يكون الزعيم لعصابة شي هونج، ويبدأ لين لان يخاف على ناراك ويوصلها على المدرسة كل يوم، وداني يبعد عن ناراك ويكون رافض يكلمها. ولما تسأله بيبعد عنها ليه يقولها ان لين لان هو اللي طلب منه يبعد عنها، فهي تضايق جدا لان داني هو اول صاحب ليها في حياتها، فتروح تزعق للين لان انه بيتدخل في حياتها، فيقولها انه الوصي عليها وانه مش بيثق فيه، لكن كلامه ما يعجبهاش وتقول له ان دي حياتها وما يتدخلش فيها. وترجع لداني وتطلب منه يرجعوا اصحاب تاني وانها اتكلمت مع لين لان، ولين لان يكون بيراقبها ومتضايق من تقربهم من بعض. وبعد فتره شخص يقتل السواق بتاع لين لان لانه رفض انه يساعدهم في قتل لين لان، ولين لان يعرف انه في خطر وان في حد عايز يقتله، فجون سينج يخاف عليه ويقرر يكون هو السواق بتاعه ويطلب منه ما يثقش في حد الفتره دي. ولكن في مره جون سينج يعرفه بميعاد اجتماع مع المافيا، ولكن في نفس الميعاد ده يكون لازم يحضر اجتماع تاني، فلين لان يطلب من جون سينج انه يروح اجتماع المافيا
المافيا مكانه لحد ما يخلص ويجيله، ولكن يكون عندهم مشكلة ان مين هيكون السواق بتاعه. في الوقت ده يكونوا رايحين على المدرسة ويشوفوا ناراك وهي رايحة ويتفاجئوا انها وصلت قبلهم، ويعرفوا انها عارفة الطرق المختصرة في الصين، ويسألها اذا كانت بتعرف تسوق عربية، فتقول له انها بتعرف، فيفكر انه ياخدها السواقة بتاعته لانه بيثق فيها اكتر من اي حد، فيجيبها ويطلب منها انها تكون سواقته. فهي ترفض في البداية، ولكن ترجع توافق لما يعرض عليها انه هيديها 20,000. وتاني يوم لما ناراك تروح عشان تبدأ شغلها كسواقة لين لان، جون سينج يحذرها انها تبعد عن العربية لانه خايف من ان اي حد يزرع قنبلة فيها. وناراك تاخد لين لان وتوصله على مكان الاجتماع، وهناك تكون شكة في واحد من حراس لين لان الشخصيين، وشكها يطلع صح. اول ما لين لان يخرج من الاجتماع يكون الحارس بتاعه متفق مع مجموعة رجالة يعملوا هجوم مفاجئ عليه ويضربوا عليه نار وهو يتصاب، ولكن ناراك تاخده وتبعد بالعربية، والرجالة المسلحين اللي عايزين يقتلوه يفضلوا وراه يضربوا عليهم نار ويحاصروهم في مكان معين. فلين لان وناراك الاتنين ينزلوا من العربية ويروحوا عشان يستخبوا، لكن هو ما يكونش قادر يجري اكتر من كده ويطلب منها تهرب هي، لانه كده كده هيموت ومستحيل يطلع عايش. فناراك ترفض انها تتخلى عنه وتوعده انها تنقذ حياته، ويجي لها فكرة عشان ينقذوا نفسهم. وبسبب ان المكان عتمة قوي تطلب من لين لان يضرب رصاص على كل مجموعة، فتبدأ المجموعة بسبب انهم مش شايفين حاجة يضربوا رصاص على بعض لحد ما يموتوا، وبكده تقدر تنقذه وتاخده على المستشفى، لكن بسبب انه نزف كتير يفقد الوعي فهي تفضل تعيط وتكون خايفة عليه، لكن يدخل العمليات والدكاترة ينقذوه. في الوقت ده جون سينج يكون لسه في الاجتماع مع المافيا. سانجوي ولين بوي يقولوا لجون سينج ان لو لين لان حصل معاه حاجة واحد منهم هيستلم رئاسة العصابة مكانه، فيخاف على لين لان من ان واحد فيهم يكون اذاه، وبعد ما يخلص اجتماعه معاهم يتصل بيه. فناراك هي اللي ترد عليه وتحكي له على اللي حصل، فجون سينج يطلب منها ما تدخلش حد عليه لحد ما هو يجي، فتحس ان في خطر فتخاف عليه وتنقله الأوضة تانية. فيظهر في الوقت ده ان يونج وين ابن سانجوي بالتبني هو اللي عايز يقتل لين لان، وبيمثل للبراءة ويبعت مسلح على المستشفى عشان يخلص عليه، لكن ناراك ترجع تحمي لين لان تاني. وقبل ما المسلح يموتهم هما الاتنين جون سينج يجي ويضرب رصاص عليه، فالمسلح يهرب من غير ما يأذي حد. وبعد فترة لما لين لان يفوق يؤمر جون سينج يدور على المسلح اللي كان هيقتله عشان يعرف مين اللي وراه، ويعرفوا اعضاء العصابة ان لين لان اتعرض لمحاولة قتل، فابن عمه لين بوي وصاحب ابوه سانجوي وكمان يونج وين يرجعوا يزوروه، ولين لان يكون شاكك في لين بوي وسانجوي ان هما الاتنين عايزين يقتلوه لان ليهم فايدة من قتله، لكن لين بوي يقول له انه لو هو عايز يقتله هيقتله بنفسه ومش هيبعت له حد، ويقول له انه اكيد واحد من الاتنين دول هو اللي عايز يقتله، لكن لين لان ما يكونش شاكك خالص في يونج وين وبيحبه. ولما ناراك تيجي تزور لين لان يكون بيعاملها معاملة تانية ويشكرها على مساعدتها ليه وانها ما تخلتش عنه، ويطلب منها انها تجيله كل يوم عشان تساعده في الشغل، ويكون بيتحجج عشان يشوفها لانه وقع في حبها، ويوم بعد يوم يتعلق بها اكتر ويحس انه بيحبها. ولما جون سينج يقترح عليه انه يلغي ديونها ويسيبها ترجع تايلاند لانها انقذت حياته، لين لان يتعصب عليه ويرفض لانه مش عايزها تبعد عنه، فجون سينج يحس ان لين لان وقع في حبها. ولما لين لان يخرج من المستشفى يروح لها على اوضتها ويكون عارف ان ده يوم عيد ميلادها، فيجيب لها مكعب روبك هدية فهي تفرح جدا. وفي مرة المدرسة بتاعت ناراك تاخد منها المكعب وتدي المكعب للين لان لانه الوصى عليها. وبعدها لين لان يحضر اجتماع مع اعضاء العصابة لانهم سمعوا ان بنت صغيرة هي اللي انقذته، فلين لان يخاف انه يقول الحقيقة فيعرض ناراك للخطر، ويقول لهم ان كان لابوه زمان شخص لقبه الظل كان بيحميه دايما، ما كانش معروف هويته، وان هو كمان قبل ما يتعين رئيس العصابة عين شخص بيثق فيه عشان يكون ظله، ومش هيعلن عن هويته، ويطلع المكعب بتاع ناراك ويقول لهم ان اسمه الحركي هو كيوبيك. وبعد الاجتماع تروح له فيطلب منها ما تعرفش حد ان هي اللي انقذته ويديها المكعب بتاعها. في الوقت ده لين بوي هو كمان يسلف شخص 20 مليون، ولما الشخص ده ما يسددش الدين في الوقت المتفقين عليه لين بوي يخطف بنته مينا ويكون معجب بيها في البداية، ولكن مينا تحاول تهرب منه اكتر من مرة، ولكن في كل مرة كان يمسكها. مرة مينا تنتحر فينقلوها على المستشفى، وهناك تقدر تهرب من المستشفى وتفضل تترجى الناس يساعدوها، مفيش حد يقبل يساعدها لحد ما تقابل ناراك. وناراك في البداية تكون خايفة وما تقبلش تساعدها، ولكن لما تلاقيها تايلاندية وظروفهم واحدة تبدأ تاخدها على اوضتها، ولكن لين لان يشوف مينا عندها، فناراك تطلب منه يساعدها لكن لين لان يرفض ويقول لها انه هيخلي لين بوي يجي ياخدها، ويطلب منها انها ما تسببش مشاكل. هي تتعصب عليه وتقول له انهم زي بعض وكلهم مافيا بيؤذوا الناس، ولين بوي يعرف مكان مينا فيروح لها عشان ياخدها، لكن ناراك تيجي وتحاول تحمي مينا، فلين بوي يهددها بسلاحه، واول ما يضرب رصاصه في الهواء يغمى على ناراك، فلين لان يجي واول ما يشوف ناراك فقد الوعي يتصدم ويفكر ان لين بوي اذاها فيضربه ويكون هيقتله، لكن ناراك تفوق فلين بوي يبعد لين لان عنه، ولما يجي ياخد مينا ويمشي لين لان يوقفه ويمنعه ياخدها، ويأمره بصفته رئيس
عصابة شاي هونج، فلين بوي يتعصب جامد وما يكونش عايز يمشي من غيرها ويهدد لين لان لو قرب منها هيقتله، ونراك تروح تشكره على مساعدته لمينا فيقولها انه ما كانش بيساعد مينا ويتعصب عليها ويقولها انها ما تقارنوش مع اي حد. بعد فترة لين بوي يروح للين لان عشان ياخد مينا، ولما لين لان يرفض لين بوي يقوله انه هيتنزل عن مينا لو شاف كيوبك، فلين لان يوافق، ولما يحكي لناراك توافق انها تقابله، لكن هو ما يقبلش ويقولها انه عنده خطة تانية، وتكون خطته ان داني يمثل ان هو الكيوبك ويتصل بداني ويقنعه يوافق عشان يساعد ناراك، فداني يوافق وفعلا يروح يقابل لين بوي، ولكن لين بوي ما يكونش مصدق في البداية ان هو كيوبك، ولكن داني يقنعه، ولين بوي برضه ما يقبلش يديهم مينا لانه وقع في حبها ويضربوا في بعض هو ولين لان، ولكن لين لان يضربوا لحد ما لين بوي يفقد الوعي، ومينا تخاف عليه وتوقف لين لان ويظهر ان هي كمان بتحبه، ولكن ما تقبلش رغم كده انها تروح مع لين بوي وتروح مع لين لان، ولين لان يجيب لها شقة بحراس عشان لين بوي ما يقدرش يقرب منها تاني، وداني يبدأ يلاحظ غيرة لين لان على ناراك ويحس من حركات لين لان انه بيحبها. وفي مرة ناراك تكتشف بالصدفة مكان شين فو المسلح اللي كان عايز يقتل لين لان في المستشفى، وتكون عايزة تسلمه لين لان عشان يعرف منه مين اللي أمره بانه يقتله، وتكون بتراقبه هي وداني، وهاي يكون بيساعدهم. وفي مرة وهي بتراقبه تشوف ناس جايين يقتلوه، فتضطر تروح تنقذه قبل ما حد يقتله عشان تعرف منه مين اللي عايز يقتل لين لان. وداني يتصل بلين لان ويعرفه ان ناراك كشفت نفسها لشين فو عشان تحميه، ولما ناراك تروح لشين فو تطلب منه يتعاون معاها ويثق فيها والا هيموت، وشين فو يصدقها وتاخده وتحاول تهربه هي وداني، ورجاله يونج وين يحاصروهم، ولما يتصلوا بيونج وين يامرهم بانهم يقتلوا شين فو واي حد معاه ويضربوا شين فو بالرصاص، ويكونوا لسه هيقتلوا ناراك وداني، لكن فجاه لين لان يجي بهليكوبتر ومعاه رجاله ويحميها ويقتل رجاله يونج وين، وناراك تجري عليه وتحضنه وتقوله انها كانت خايفه لانها فكرت انها مش هتشوفه تاني، ورجاله لين لان ياخدوا شين فو عشان يعالجوه، ولين لان يطلب من ناراك انها ما تبعدش عنه مره تانيه ويكون هيعترف لها بمشاعره، ولكن ما يقدرش، ويرجع يامرها انها تكون سواقته من الصبح لليل وتسيب شغلها في البنا. وشين فو لما يتعالج ويفوق يقول له جون سينج انه ما يعرفش مين اللي بيامره، وكل اللي يعرفه هو الرقم بتاعه، ولما يدي لجون سينج الرقم يطلع انه بتاع سان جوي، ولين لان لما يعرف ياخد رجالته ويروحوا على مكتب سان جوي، ولين لان يتهمه بانه عايز يقتله، ولما سان جوي ما يفهمش لين لان بيقول ايه يفتكر ان يونج وين اخد موبايله وعمل منه اتصال، فيعرفوا ان هو اللي عايز يقتله، ولين لان يفتكر انه شاف يونج وين خارج وهو داخل من مكتب سان جوي، فيخاف على ناراك لانها بره، ويكون في الوقت ده يونج وين واقف مع ناراك ويشوف في ايديها المكعب اللي كان شافه مع لين لان، فيعرف انها كيوبك، ولين لان يخرج وهو بيجري ويكون خايف على ناراك من يونج وين، ويونج وين لما يشوف لين لان يستغل الفرصه ويكون عايز يقتله هو وناراك، لكن لين لان يجري عليها ويحميها ويضربوا رصاصه على بعض لحد ما يونج وين يهرب، ولين لان يحضنها ويكون خايف عليها لا يكون حصل لها حاجه، وبعد ما يطلع يعتذر من سان جوي انه شك فيه، ويونج وين ينفصل عن العصابه ويكون عايز يدمر لين لان، وناراك طول الوقت تكون بتفكر في انقاذ لين لان ليها وانه عرض حياته للخطر عشان يحميها، ولما تسال مينا مينا تقول لها انه اكيد بيحبها، لكن ناراك ما تكونش مصدقه ان لين لان ممكن يحب واحده زيها. واثناء ما يكونوا قاعدين سوا وبيتكلموا لين بوي يكون عرف مكان مينا ويروح لها ومعاه ورد ويخبط عليها عشان يعتذر لها، ومينا تكون مصدقاه وعايزه تفتح له، لكن ناراك تمنعها، فلين بوي يسيب لها الورد قدام الباب ويمشي وهو زعلان، وبعد ما يمشي مينا تخرج تاخد الورد، ولين لان يطلب منها انها تلم هدومها عشان جهز اوراقها ترجع لتايلاند، لكن ترفض انها تسافر. واثناء ما تكون بتتكلم معاه لين بوي يدخل عليهم ويتاسف لها ويقول لها انه مش قادر يبعد عنها، وهي تقول له انها مش زعلانه منه، ويلاحظ لين لان انهم بيحبوا بعض، ولين بوي يعترف لها بحبه ويترجاها انها تفضل معاه ويوعدها انه هيكون انسان كويس، فهي توافق وتفضل معاه. ونان اخت ناراك طول الفتره دي تكون زعلانه على اختها وضميرها بيأنبها، فتتصل برجاله لين لان وتعرفهم مكانها وتطلب منهم يجوا ياخدوها، ولين لان يامرهم يجيبوها هي وباباها رغم انه بطل يكون متعلق بيها. ولما ناراك تعرف انه لقى اختها تتوسل ليه انه ما يعملهاش حاجه وانها تفضل معاه لحد ما تسدد الدين، فهو يقول لها انه مش هيعمل لنان حاجه لو فضلت معاه، وتاني يوم ياخدها عشان تشوفهم لان هدفه يفرحها، وهي تفرح جدا، وبالرغم من اللي ابوها عمله فيها ما تكونش زعلانه منه لانها عارفه انه كان بيحمي نان من انها تكون عشيقه لين لان. ونان اول ما تشوف لين لان تطلع انها كانت شايفاه زمان ومعجبه بيه وتفرح ان هو لين لان، وتفضل تبص له جامد، لكن لين لان ما يكونش مهتم بيها، ولين لان يجيب لهم شقه يعيشوا فيها هي وباباها، وناراك تفضل تفتكر نظره نان للين لان فتتضايق وتكون غيرانه عليه. ولما تروح تزور اختها نان تعرفها انها بتحبه وانها لو كانت عارفه ان هو ما كانتش هتهرب وكانت هتوافق انها تكون عشيقته، فناراك تتضايق. ولما لين لان يتكلم مع يوتا بونجو ويكون عايز يعرف منه هو ليه اتخلى عن ناراك
ناراك. يوتا يحكي لين دان ان ناراك مش بنته وانها بنت صاحبه المقرب، وانه في يوم صاحبه جابها له عشان كان عنده مهمه خطيره في الشغل، وخاف يموت ويسيب بنته لوحدها، ويقول له انه اكتشف ان بابا ناراك هو الظل بتاع باباه، وانه مات وهو بيحميه، ومن بعد موت صاحبه اخذ ناراك ورباها زي بنته. ولين لان يزعق له ويقول له انه لو زي بنته ما كانش اتخلى عنها وكان حماها زي ما حما نان، ويقول له انه هيحرره من كل ديونه مقابل انه ياخد ناراك. ويوتا بونج يشوف من لهفه لين لان عليها انه وقع في حبها. وكارلوس يكلم داني ابنه ويعرفه ان الضابط باتريك اكتشف ان ناراك هي اللي ساعدته في تهريب الاسلحه، وانها كيوبك اللي بتحمي زعيم المافيا لين لان، ويقول له انه يطلب من ناراك انها ترجع لتايلاند. فداني يروح للين لان ويعرفه باللي ابوه قاله، ولين لان يكون مش عايزها تبعد عنه، ولكن جون سينج يقنعه لانها لو فضلت في الصين هتكون في خطر، فيوافق غصب عنه، ويكونوا هيمسحوا اي تسجيلات ليها في الصين وكانها ما جتش عليها، ويعرفوها انها ما ينفعش تتصل باي حد فيهم، وانهم هيستخدموا اسم اختها بدلها عشان يثبتوا صحه كلامهم باتفاقهم مع يوتا بونج. ونارك تعيط لانها ترجع لتايلاند لوحدها وتبعد عن كل اللي عرفتهم وحبتهم. فلين لان يقول لها انهم لو حتى بطلوا يتقابلوا تاني هتفضل في ذاكرته ومستحيل انه ينساها. وبعد فتره سفر على تايلاند ويكون لين لان محضر لها مكان عشان تعيش فيه وبعد معها رجالته عشان يحموها. ولما باتريك يجي يسال عليها لين لان يقول له انه شافها مره وانها اخت حبيبته وما دخلتش على الصين ما يعرفش عنها حاجه حاليا. وخلال الفتره دي يكون بيحضر الحفلات واي حدث مع نان، ولكن ما يكونش مهتم بيها ومش بيوجه لها كلام. وبعد فتره كبيره ناراك تكون زهقت من الوحده اللي عايشه فيها وتكون عايزه ترجع للين لان لانها حست انها بتحبه، ولكن يجي لها فكره تتخلص بيها من يونج وين. ولما تتصل بداني لين لان يكون جنبه فياخد منه الموبايل ويكلمها وتعرفه بخطتها، ويكون جزء من خطتها انها تقابل شين فو فترجع للصين من تاني. ولما تروح تقابل شين فو، شين فو يخطفها ويسلمها يونج وين، ويونج وين يتصل بلين لان ويطلب منه يتنزل عن منصبه كزعيم عصابه ويسلمه الزعامه والا هيقتل ناراك. وبعدها يكبر ناراك ان لما لين لان يتنزل عن منصبه ويسلمه له تقتله ويهددها باختها ويكون خاطف نان، فتوافق. وجون سينج يروح يعرف سانجوي ولين بوي بطلب يونج وين، ولين بوي في الوقت ده يكون بقى انسان كويس وخطب مينا، ومينا تطلب منه يساعد لين لان وناراك صاحبتها. ولين لان يعمل اجتماع ويكون هيعلن فيه انه هيتنزل عن زعامه العصابه والكل يحضر فيه، ويونج وين يهدد ناراك انها تنفذ وعدها والا هيفجر اختها. فبعد ما لين لان يسلم منصبه ليونج وين، ناراك تدخل. لين لان اول ما يشوفها يحضنها، وهي لما تكون في حضنه تقتله. لين لان يقع ويؤمر رجالته انه محدش يأذيها، فرجالته ياخدوه بسرعه على المستشفى. وناراك تروح ليونج وين وتقول له انها نفذت اللي هو طلبه منها وتترجاه يسيب اختها. فجاه يدخل عليهم الضابط باتريك ويكون عايز ياخدها، فيبدا الكل يضرب على التاني نار، ويونج وين يضرب سانجوي بالنار ويقتله، وجرس الحريق يضرب فالكل يهرب. وجون سينج يلحق يونج وين ويحاصره في مكان، ولين لان يرجع يظهر ليونج وين ويطلع كل اللي حصل خطه من ناراك، وان شين فو خطف ناراك على حسب اتفاقه معاها، وان هو اللي جاب لها مسدس مزيف بدل اللي معاها عشان تمثل انها قتلت لين لان. ولما لين لان يكون هيقتل يونج وين، يطلع يونج وين لابس قنبله وحاطط متفجرات في كل المبنى ولسه هيفجر المكان. لين لان يضربه بالرصاصه في راسه والكل يكون خرج من المبنى وبقى في امان. ولين لان يكون لسه هيخرج، الروح الشريره ليونج وين ما تهداش، ويفوق يضغط على زر القنبله والمبنى يتفجر. فناراك تخاف على لين لان وتدخل المبنى تدور عليه، ويكون هو في نفس الوقت قدر يخرج. وبعد ما يخرج المبنى يتدمر كله، ولين لان يخلي رجالته يدوروا عليها ويكون شايل الذنب. وبوسط كل ده الضابط باتريك يجي يدور عليها عشان يقبض عليها ويعرفوه انها ماتت، ولين لان يتعصب عليه ويمشيه. وتكون في اوضه تحت الارض لتخزين الزباله تطلع ان ناراك فيها، وتكون نفس الاوضه اللي لين لان خرج منها وتلاقي تليفونه فيها، فتستخدمه في انها ترن على جون سينج وتكلم لين لان تعرفه مكانها، ويفضلوا يحفروا لحد بالليل لحد ما يوصلوا للاوضه وينقذوها وتساله اذا كانت تقدر تحبه وانها عارفه انها مش جميله، فهو يفرح ويطلب منها انها ما تبعدش عنه ويتوعده. ولكن لين لان هنا يزيف موتها عشان باتريك يصدق ويبعد عنهم، ولين لان يعمل لها ورق جديد. ويوتا بونج يعرف ناراك انها مش بنته ويحكي لها الحقيقه، ويقول لها رغم انها مش بنته البيولوجيه الا انه هيفضل يحبها زي الاول بالظبط. ولين لان يطلب الجواز منها فهي توافق، ولكن تطلب منه ياجل الجواز لاربع سنين عشان تكمل دراستها، فهو يوافق لكن يشرط عليها انها توقع على الجواز عشان ما تغيرش رايها في المستقبل فتوافق. وقبل ما انهي اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام. Adım ağzından sahiden bir hiçmişim nazarından öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi yanacak biraz daha, biraz daha cehennem olsun hayat.
Biraz daha cehennem ol.